نشوف الروعة في التمرير بين اللاعبين. كريستيانو، الله على روعة الهدف. هجوم للمرتدة ليونيل ميسي، يلعبها في المرمى. جول! انتهى كل شيء بهذا الهدف. مباراة انتهت تقريبا في هذه اللحظة بكل سهولة وأريحية في هذه. فرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام. مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. كرة طولية في المساحة الخالية. كريستيانو ينجح في تسجيل الهدف. قوة كبيرة وشجاعة أمام المرمى. هل شاهدتم هذا التحرك واستقبال كرة؟ ضرب خط الدفاع، لم يقع في التسلل. توقيت تقدم الهدفين يعني انهم متحكمين تماما في مجريات اللعب بالطول والعرض. الله، تسديده جميله. انها هجمه مرتده جاءت سريعه بعد افتكاك الكره من الوسط. ضغط الفريق يحتاج الى سرعه، الى اتخاذ قرار، الى ذكاء. يحاول ان يلعب كره بينيه، يعدي الى منطقه الجزاء. ليونيل